مجوز القانوني لمثل هكذا عقد لحكومة هي تصريف أعمال يومية، نعم، وثانيا لقضية حماية المال. وإذا كانت الحكومة لديها صلاحية أن تقوم بمثل هكذا مشروع يعمل عليه البرلمان وتصادق عليه الحكومة، فلماذا لا نذهب إلى الموازنة؟ إذا كانت هناك صلاحية قانونية، لماذا لا نذهب إلى موازنة حقيقية تغطي كل احتياجات البلد، المحافظات والغذاء والدواء وإلى غير ذلك من الأمور؟ إذن الدولة أو الحكومة الآن ليس لها صلاحية أن تتقدم بموازنة وهي حكومة تصريف أعمال، فكيف جاز لها أن تذهب إلى تخصيص 35 أو 33 تريليون دينار لموارد غير موارد الغذاء؟ بس راح يجي واحد يسأل يقول أنتم تقولون على الحكومة أن توفر الغذاء، الحكومة الآن تصريف أعمال، القوى السياسية ما شكلت حكومة جديدة حتى تعمل موازنة، إذن ما الحل؟ وهذا حق يجب أن يسأل ويجاب عليه. وأنا صرحت في تصريح كنت أتمنى بأن كانت لك، عذرا للمقاطعة، كانت لك تغريدة حول هذا الموضوع. إيه أنا تكلمت به. أولا من الناحية القانونية غير جائز القانون؟ إيه، والمحكمة الاتحادية كانت صريحة في أن هذا المشروع باطل غير جائز تشريعه، وهذا المحكمة الاتحادية يكون نرجع إليها، والمحكمة الاتحادية التعامل معها ليس انتقائي، إذا كان الحكم لصالحي فهي محكمة جيدة صالحة خيرة، وإذا صار القرار مال المحكمة الاتحادية ضدي فهي مسيسة وهي مخترقة وهي لغير ذلك. نحن نحترم المحكمة الاتحادية ونلتزم بها، ودليل ذلك أن المحكمة حكمت بالنسبة للدعاوى التي تقدم بها الإطار أو فصائل محددة عن التزوير، وكانت هناك اعتصامات وحصل بها رصاص وشهداء، ولكن حينما حكمت المحكمة بصحة الانتخابات سلمت الأطراف المعترضة رغم قناعتها بوجود تزوير. فإذا في كل ما تقوله المحكمة، وأنا أقدر وأدعو إلى الوقوف مع المحكمة الاتحادية فيما قررت، وأنا أعتقد 100% قبل أن تقرر المحكمة أن هذا القرار هو الصحيح. بتجربة مماثلة في عام 2014، أنا ما أدري هل كانت مقصودة أو حصلت صدفة، البرلمان أصر على عدم إقرار الموازنة، ورفعنا موازنة إلى البرلمان، البرلمان أصر على عدم تمشية الموازنة وانتهت، ودخلنا في عام 2014 ودخلنا في حرب والعراق ليست لديه موازنة، فكيف نعالج الموضوع؟ وعادة الحروب تحتاج إلى أموال، فبعد المداولات مع الاختصاصيين وأصحاب الخبرة والقانون وجدنا هناك منفذا لتغطية الاحتياجات المالية لإدامة الحرب ومعالجتها، وهو أن الحكومة تستلف، تأخذ سلفة من وزارة المالية وتعالج بها الأمور وتسدد هذه السلف في الموازنة اللاحقة. الآن أيضا الحكومة عليها أن توفر الغذاء، ممنوع عليها أن تجري مثل هذه العقود الضخمة والتي نخشى عليها أنها ستكون مورد للتلاعب. طيب، عليها أن تذهب باتجاه الاستلاف، قد تستلف من الحكومة بقدر الحاجة، محتاجين 5 مليارات 3 مليارات، تستلف من وزارة المالية من الفائض المالي الموجود بسبب ارتفاع أسعار النفط وتمشي الحاجة التي يحتاجها البلد للتنمية الغذائية. ايش قد مرصود لوزارة التجارة على وجه التحديد؟ وزارة التجارة ايش قد بالموازنة وايش قد مرصود لها بهذا القانون؟ مرصود لها بهذا القانون 8.5 تريليون. ايش قد حصتها بوزارة بالموازنة؟ حصتها هي سابقا؟ بس أنا اللي أتذكره في وقتنا كانت 4 مليارات و200 مليون دولار. هذا الفرق المن إذا كان لقانون الطوارئ هو ضعف ما مرصود إلا بالموازنة الاتحادية. وهذا الكلام الذي يناقش وليس فقط في موضوع وزارة التجارة وما يثار، هاي تحدثنا على وزارة واحدة، وما يثار في هذا الموضوع، وإنما عموم الفقرات التي دخلت، مثلا المناطق التي تحتاج إلى تعمير، المناطق المتضررة، المحافظات المتضررة، هناك طلب أنه أعطونا حصتنا نقدا ونحن نروح نعمر. هذا مو شغل دولة، إنما الدولة مسؤولة عن التعمير، الأموال التي تنفقها الدولة هي التي تتولى المسؤولية، أما أن تسلم أموال لجهات سياسية هي تقوم بعملية التعمير. وهكذا بقية المفردات أنا لا أريد أن أمر عليها، ولكن
بالدراسة والتدقيق أن هناك فرصة كبيرة للتلاعب بالمال العام وعدم إمكانية ضبطه، فصرنا بين أمرين: مال ليس له غطاء قانوني حتى يشرع هذا القانون، وحاجة فعلية على الأرض للغذاء الذي قد يصاب به العراق والمواطن العراقي. الحل الوحيد الذي بين أيدينا هو أن تذهب الحكومة إلى الاقتراض أو إلى أخذ السلف من وزارة المالية وتحل المشكلة مثل ما حليناها في عام 2014. الآن إحنا نريد نقترض ودخلنا الصيف، الآن نريد نقترض تحت عنوان هذا المشروع الما مغطى قانونا حتى نروح نعمر الكهرباء؟ مو دخلنا بالصيف، مو قضية تأهيل المحطات لازم تؤهل بالربيع، لازم تؤهل بالفترات التي يقل فيها الحمل على الكهرباء. أما الآن بعد أكو إمكانية نوقف المحطات نعطلها حتى نروح نعهلها مرة ثانية وتأخذلها شهرين وثلاث أشهر يخلص الصيف. هذا كلام جاء متأخرا، الكهرباء له سياقات وسياسات، في أوقات الحمل الخفيف تعطل بعض المحطات وتؤهل، لأن المحطة التي لا تؤهل يتناقص عطاؤها الكهربائي إلى النصف ولذلك تحدث أزمات. الآن هذا المال إذا أخذناه فرضا بهذه الطريقة القانونية أو الغير قانونية، يعني رأسا هي الأموال راح تجيب لنا كهرباء؟ لو أكو سياسات يجب أن تعتمد في تأهيل المحطات حتى نقدر نوفر الكهرباء، وأنا أعتقد هذا الصيف سيكون قاسيا بالنسبة للعراقيين بسبب عدم تأهيل المحطات وعدم إكمال المحطات اللي تحت الإنشاء. فالمال لا يحل المشكلة، نعم العمل الذي يجب أن تقوم به الوزارة يحتاج إلى مال. المال الآن لا يحل المشكلة، ولكن هل كان بإمكان المال أن يحل المشكلة في واقع العراق اقتصاديا من ناحية البطاقة التموينية ومن ناحية الكهرباء إذا ما صرف خلال الأشهر الماضية؟ كان من الممكن أنه يهيئ الأجواء؟ إحنا مارسنا دور، وأنا شخصيا والحكومة في وقتها اهتمينا كثير بالكهرباء وتعاقدنا صفقة واحدة 7000 ميجا واط ويا جي اي، وتعاقدنا 3300 ميجا واط ويا سيمنز، وبنينا وعمرنا سوينا محطة زبيدية بالكوت 2500 ميجا واط، وهكذا محطات أهلية 6000 ميجا واط، ولكن مشكلة الكهرباء لم تحل. فصار القرار بعد الدراسة والاستشارات أن الكهرباء في العراق يحتاج إلى اتفاق دولة بدولة حتى تتولى الدولة معالجة الكهرباء جذريا، لأن الكهرباء مو فقط إنتاج وإنما نقل وتحويل. الآن تقديرات الذي ما يسمونه الضائع في الكهرباء بسبب الأسلاك المكشوفة 30-40% ننتج 100 يصل للمواطن 60-70. فصار الاتفاق في وقتها أن يصير بيننا وبين ألمانيا شركة سيمنس الألمانية، هي تتولى الكهرباء، تنزل الأسلاك تحت الأرض، تغير المحولات، تغير محطات الإنتاج، وتتعهد بإدامة الكهرباء. وفي زمن الدكتور عادل عبد المهدي أراد أن يعقد هذا الاتفاق، ولكن ما أعرف شنو الذي حصل وتأخرت القضية. وأنا أقولها صريحا، إذا بقت القضية الكهرباء تدار بهذه الطريقة التي أعرفها جيدا وأعرف ماذا يجري في وزارة الكهرباء من تلاعب وغير ذلك وعدم كفاءات، سوف لن نجد كهرباء بالمعنى الذي ينبغي أن يكون عليه العراق، البلد النفطي الثري القادر على أن يحقق هذه الأمنية. أنا أستغرب من هذا العناد، وهذا خطر على مسار العملية السياسية ومسار القضاء. محكمة اتحادية عليا قراراتها ملزمة ولا تقبل التمييز أو الاستثناء أو الاستئناف، حكمت بحكم واضح بأن حكومة تصريف الأعمال ليس من حقها عقد مثل هكذا اتفاقات أو إنفاق هكذا أموال، كما أن ليس من حق الحكومة حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بعمليات تعيين بالذات لدرجات خاصة. وبعد أن أصدرت المحكمة قرارها بأن هذا المشروع الذي كان البرلمان بصدد تشريعه بناء على طلب الحكومة أنه باطل، يرجع البرلمان مرة أخرى. أنا أستغرب، نريد نشرع القانون بغض النظر عن الحكومة. طيب لو شرعتم القانون من الذي سينفق عليه والحكومة ممنوع عليها الإنفاق؟ بموجب قرار المحكمة الاتحادية الحكومة ليس من حقها أن تنفق، فلو شرعتم قانون وتحدثتم ما تحدثتم من الذي سينفق لكم الأموال حتى تفعلون القانون من الناحية العملية؟ أنا أستغرب هذا الكلام، وأنا وصيت إلى بعض المعنيين بالبرلمان قلت لهم هذه
يعني خطوة غير سليمة غير جيدة أنكم تتعاندون مع المحكمة الاتحادية العليا وبدأتم تتحدثون عن المحكمة وأنها مسيسة وأنها أنا أعتقد القرار الذي صدر من المحكمة أبسط إنسان يعرف في سياقات القضايا والقوانين يعرف أن هذا القرار هو القرار الصحيح الذي ينسجم مع الوارد في الدستور والوارد في الأنظمة الداخلية. فقضية أنهم الآن يريدون أن يصوتوا على مشروع قانون وأخشى أن يكون يسوون القانون يقولون إحنا من حقنا كبرلمان أن نسوي قانون. نعم البرلمان من حقه أن يشرع قانون إلا إذا كان القانون يحتاج إلى تدخل مالي، يعني القوانين التي فيها جنبة مالية ليس من حق البرلمان أن يشرعها، وهذا القانون فيه جنبة مالية كبيرة، فعلى أساس تشرعوه؟